مقاتلات فتاكة من أخطر الطائرات الحربية حول العالم. أفعى إيرانية تقتل كل من يقترب منها في دائرة 400 كيلومتر على موعد مع مواجهة مميتة ضد سرب المطارق، أقوى سرب قاصف في الشرق الأوسط. مقاتلاته هي الأخطر والأثقل في حمل الصواريخ والقنابل. لم تخسر قتالاً جوي منذ أكثر من نصف قرن على تصنيعها. رعم الصهيونية أو الرعد، النسخة الإسرائيلية الخارقة من طائرة F-15 الأمريكية، والتي يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تحسينها باستمرار من أجل توجيه ضربة محتملة ضد إيران ومنشآتها النووية. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد، سنأخذ كلا الطائرتين إلى أقصى حدودهما لمحاولة المقارنة بينهما، والتي تبقى مجرد مقارنة نظرية إلى أن حين تتواجه الطائرتين وجها لوجه في حرب محتملة قريبة. من المقاتلة الأسرع؟ رعم أم الأفعى؟ للإجابة على هذا السؤال عزيزي المشاهد، يجب أن نلقي نظرة عميقة على محركات تلك المقاتلتين، حيث تأتي الأفعى الإيرانية Su-35 بمحركين بخاصية الدفع الموجه من نوع ساتورن EL-31، يدفعان الطائرة بسرعة قصوى بلغت 2.25 ماخ، أي ما يعادل 2400 كيلومتر في الساعة بدون الحارق اللاحق، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 18000 مترا بسرعة تسلق تصل إلى 280 مترا في الثانية، بمدى يصل إلى 3600 كيلومتر في الطلعة الجوية الواحدة. في المقابل يتم دفع F-15 رعم بمحركين من نوع براد أند ويتني F-100، أتاح لها التحليق بسرعة قصوى تصل إلى 2.5 ماخ، أي ما يعادل 2660 كيلومتر في الساعة بدون الحارق اللاحق، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 20000 متر بمدى يصل إلى 5550 كيلومتر مع 3 خزانات وقود إضافية في الطلعة الجوية الواحدة. ونستنتج مما سبق أن المقاتلة الإسرائيلية رعم ستتفوق هنا على منافستها الإيرانية في جانب السرعة فقط، بينما تتفوق الأفعى Su-35 في قوة المناورة بشكل رهيب. نظرة عميقة على هيكل الطائرتين. بالنظر إلى بدن الطائرتين الخارجي، سنجد أن طول الأفعى الإيرانية Su-35 بين المقدمة والذيل 21.9 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 6.5 متر، والمسافة بين طرفي أجنحتها 15.3 متر. ومع هذا الحجم الهائل، بلغ وزنها فارغة 18.4 طنًا، في حين يتجاوز وزنها بكامل حمولتها التسليحية 35 طنًا. وبالتعمق أكثر في هيكل الأفعى، سنجد أنها مصنوعة من ألياف الكربون المدمجة مع الألومنيوم والليثيوم، مع إضافة مواد ماصة لموجات الرادار ضمن البنية الهيكلية للمقاتلة، مع معالجة واجهة المحرك وزجاج كابينة القيادة بمادة الرام ومواد موصلة كهربياً لمنع انعكاس موجات الرادار. وبالتالي فقد نتج عن كل ما سبق خفض البصمة الرادارية إلى حوالي 3 أمتار مربعة تقريبا من المقدمة فقط، وتزداد في باقي الهيكل. وعلى الجانب الآخر، عندما ننظر بعمق على هيكل F-15 رعم التي خضعت لتحديثات بارزة في أنظمة القتال، سنجد أنها تعتمد على هيكل عمره 45 عاما، به الكثير من العيوب التي تجعله يملك بصمة رادارية كبيرة لا يمكن تغييرها حتى لو تم طلاؤها بمواد شبحية، مما يجعلها مثل ما وصفها الباحث جون فينابل في مركز ذا هيريتج ريسيرش، أنها منارة للصواريخ الموجهة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية، حيث لم تشهد طائرة F-15 سوى تغييرات طفيفة في تصميمها الخارجي، وبالتالي أصبحت طائرة أكثر ضخامة وأسهل للكشف من نسخها الأولى. على أي حال، يبلغ طول بدن مقاتلة الرعم الإسرائيلية نحو 19.43 متر، وعرض أجنحتها 13.05 متر، وبارتفاع 5.63 متر، وبلغ وزنها فارغ 12700 كيلوغراما، بينما يصل وزنها بأقصى حمولة إلى 30845 كيلوغرام، تشمل بذلك الوقود والذخائر. منظومة القتال والرصد.
تتمتع المقاتلة سو 35 الإيرانية برادار من طراز إيرباس إي ذو مصفوفة مسح إلكتروني سلبي بمدى يصل إلى 400 كيلومتر أثناء البحث عن الطائرات المقاتلة المعادية، و160 كيلومترا أثناء البحث عن الطائرات الشبحية، ويستطيع تعقب 30 هدفا في آن واحد، ويستطيع الاشتباك مع 8 أهداف جوية و4 أهداف برية في وقت واحد. كما تم تجهيز الأفعى الإيرانية بأحدث وأقوى معدات التشويش والحرب الإلكترونية الروسية من نوع كابني أم، والذي يمكن أن يحميها من صواريخ باثيون الإسرائيلية وصواريخ AIL 120 و130 الأمريكية. وفي المقابل، وزودت طائرات رعن بأجهزة رؤية ليلية وخوذة تهديف وشاشة عرض من إنتاج شركة البيتا الصهيونية، وكذلك نظم حرب إلكترونية إلسرا SBS 2110، كما زودت برادار متطور من نوع APG-82 من صنع شركة ريثيون الأمريكية ذو مسح إلكتروني نشط يصعب التشويش عليه، وهو قادر على كشف الطائرات المعادية من على مسافة بين 150 و300 كيلومترا بمقطع الرادار 1 متر مربع، ويستطيع الإقفال على 20 هدف في وقت واحد. أنظمة التتبع بالأشعة تحت الحمراء IRST. تتمتع الأفعى الإيرانية بنظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء IRST، والذي يسمح لها بتحديد مواقع طائرات العدو ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً. ومن المحتمل أن يكون نظام التتبع مفيداً للغاية، خاصة في كشف الطائرات الشبحية في نطاقات أقصر. وفي المقابل، لا تحتوي طائرة F-15 على نظام IRST، ومع ذلك تم إضافة وتركيب بود جديد أسفل بدنها من طراز تالون HATE، سيسمح لمقاتلات رعم بتبادل البيانات وأحداثيات الأهداف مع أسراب مقاتلات F-35 أدر التي تطير إلى الأمام في ميدان المعركة وتحدد الأهداف المعادية، وترسل بيانات الاستهداف إلى صواريخ F-15، والتي بدورها تقوم بضرب طائرات العدو من على مسافة أكثر أماناً. من يتفوق في ترسانة القتل؟ تتسلح سو 35 الإيرانية بمدفع الرشاش من عيار 30 ملم للاشتباك الجوي قصير المدى، وتحمل نحو 8 أطنان من الصواريخ والقنابل موزعين على 14 نقطة تعليق، تضم قنابل متنوعة من عائلة فاب وكاب الموجهة بالليزر عالية الدقة، وصواريخ جوجو الأكثر تقدماً في العالم من طراز KM فيمبل وR-37M القادرة على تتبع أي جسم طائر من ارتفاع 80 متراً وحتى 25 ألف متر ضمن نطاق 400 كيلومتر بسرعة 6 ماخ، والذي يعمل عبر تقنية الرادار النشط. وتستطيع الطائرة في الوقت الراهن أن تحمل على متنها 6 صواريخ مجنحة من طراز خا-31 التي يمكن أن تستخدم ضد السفن والدفاعات الجوية الأرضية على حد سواء. وعلى الجانب الآخر، تتسلح F-15 رعن بمدفع فولكان كانون من عيار 20 ملم سداسي الفوهات وحمولة تصل ل 11 طن من صواريخ جوجو من طرازات بايثون 5AIM 120 و130 وبمدى يصل ل 175 كيلومترا بجانب قنابل GBU-1000 الأمريكية، وهي قنابل حرارية شديدة الانفجار موجهة بالليزر ودقيقة جدا وقادرة على خرق التحصينات الإيرانية بحمولة تصل لما يقرب من 11 طن من المتفجرات. من يتفوق في القتال خارج مدى الرؤية BVR؟ مع التطور الكبير الذي حدث في صناعة صواريخ جوجو منحها القدرة على استهداف طائرات تبعد أكثر من 200 كيلومتر، هذا التطور جعل سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي مقتنعاً بأن القتال خارج مجال الرؤية BVR هو الذي سيهيمن على الحروب الجوية في المستقبل. وبفرض حدوث مواجهة بين السوخوي الإيرانية وF-15 الإسرائيلية وحدهما بدون دعم، فقد يكون التفوق لصالح مقاتلات رعم الإسرائيلية بفضل رادار إيسا المتقدم القادر على التشويش على رادار السوخوي. ولو أدخل في الاعتبار الأقمار الصناعية الأمريكية والمساعدة القادمة من الطرازات الشبحية مثل F-35 أدر، فإن رعم الإسرائيلية سوف تسحق المقاتلات الإيرانية دون أن تشعر بوجودها. ومع ذلك، لا تزال السوخوي الإيرانية بإمكانها توجيه ضربات قاتلة من خارج مجال الرؤية BVR بمدى يتخطى المقاتلات الإسرائيلية في حال تسلحها بصواريخ جوجو من طراز K-77M وR-37M
والتي يصل نطاق استهدافها إلى 400 كيلومتر، وهو مدى يتخطى بكثير مدى صواريخ المقاتلات الإسرائيلية رعم وأدر. من يتفوق في القتال القريب ضمن مدى الرؤية؟ عندما يتعلق الأمر بالقتال القريب وهو سيناريو من الوارد جدا حدوثه، فإن سوخوي 35 ستكون لها القدرة الكبيرة على المناورة دون منازع، وبالتالي لو تواجهت السوخوي الإيرانية ورعم الإسرائيلية وحدهما بدون دعم، فقد يكون التفوق لصالح الطائرة الإيرانية بنسبة كبيرة بسبب محركاتها ذات الدفع الموجه التي تتحرك بشكل مستقل، ما يسمح للمقاتلة بأداء انعطافات ضيقة مع الحفاظ على زوايا هجوم عالية. ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد لو حدثت تلك المواجهة، فإن سو 35 سوف ترقص حول الـ F-15، وقد تكون ملكة القتال التلاحمي وتبقى أيضا منصة صاروخية متنوعة ضد الأهداف الجوية والأرضية، على الرغم من أنها متأخرة بسبب افتقارها إلى رادار إيساء النشاط. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تنجح مقاتلة سوخوي 35 بحماية المنشآت النووية الإيرانية من هجمات سرب المطارق، أم سيتكرر سيناريو عملية أوبرا عندما دمرت مقاتلة F-15 رعم الإسرائيلية مفاعلات العراق النووية في هجوم 7 من يونيو حزيران عام 1981؟